فيتامين دي هو واحد من الفيتامينات الأربعة اللي بتدوب في الدهون، اللي هي فيتامين A و D و E و K. فيتامين دي ليه نوعين، نوع فيتامين دي 2 وفيتامين دي 3. فيتامين دي 2 ده بيتصنع في النبات، وفيتامين دي 3 ده بيتصنع تحت الجلد. المهم بالنسبة لنا أكتر هو فيتامين دي 3. ده بيمر بمراحل عديدة. أول حاجة في مواد بتبقى تحت الجلد، المواد دي لما تتعرض للشمس بتتحول لحاجة تانية، بتروح للكبد بتتحول لحاجة تانية، بتروح للكلى بتتحول لحاجة تانية، لغاية ما بتبقى في صورة فيتامين دي اللي احنا محتاجينه. فيتامين دي بيسموه فيتامين الشمس، لانه علشان يتكون لازم يبقى الانسان معرض للشمس. هو موجود في الاكل في حاجات كتير، في السمك، في زيت كبد السمك، في البيض خصوصا في زفار البيض، موجود في بعض الخضروات الورقية. الفيتامين دي ليه أهمية كبيرة جدا للعظم، سواء للكبار أو للأطفال. نقص فيتامين دي في الأطفال بيحصل لهم زي الكساح، بيحصل لهم تقوس في القدمين، بيخلي العظم بتاع الجمجمة ما يقفلش في الوقت المناسب. بالنسبة للكبار ممكن يعمل هشاشة للعظام. بيأثر برضو على أمراض القلب، على ضغط الدم، بيأثر إنه نقصه بيؤدي إلى بعض الأمراض زي تصلب الشرايين. كتير من الناس اللي عندهم اكتئاب بيبقى عندهم نقص فيتامين دي. علشان الست تبقى حامل برضو فيتامين دي مهم، وخصوصا اللي بتعمل حقن مجهري. أعراض نقص فيتامين دي بيبقى منها ان في ألم في العظام، بيبقى في ألم في العضلات وتقلصات، بيبقى دايما في شعور بالتعب، بيبقى في عدم نزول في الوزن، شعور بالاكتئاب غير مبرر، سقوط في الشعر. كل دي من الحاجات اللي بتخلينا نشك ان فيتامين دي ناقص ونعمله التحليل. الحقيقه نسبه فيتامين دي المفروض بتبقى من 20 لـ100، لكن احنا بنشوف ناس كتيره قوي اقل من 20. في ناس بيبقوا اكثر عرضه لنقص فيتامين دي. اول حاجه دي الناس اللي هي ما بتتعرضش للشمس لفتره كفايه، زي ما هو معروف ان احنا كلنا دلوقتي بنبقى البيوت ضيقه ما فيهاش شمس، ان احنا لما بنخرج بيبقى مغطين جسمنا كله تقريبا. دي من الحاجات اللي بتخلينا نشك ان الناس دول اكثر عرضه لنقص فيتامين دي. المراه الحامل بتبقى اكثر عرضه، اصحاب البشره السمراء بتبقى اكثر عرضه لنقص فيتامين دي، الناس اللي عندهم وزن زياده. فيتامين دي زي ما قلت لحضراتكم في الاول هو بيتخزن في الدهون، فالناس اللي عندها كميه دهون كبيره فيتامين دي بيتخزن في الخلايا دي وما بيبقاش موجود في الدم. فدول بيبقى عندهم رغم انه موجود في الخلايا الدهنيه لكن مش موجود في الدم، دول بيبقوا اكثر عرضه لنقص فيتامين دي. لما بنعمل تحليل فيتامين دي المفروض النسبه الصح من 30 لـ100، لكن احنا بنشوف حالات كتيره قوي النسبه اقل من 20. دول بتبقى الحاله شديده شويه ونحتاج علاجات مكثفه، لكن من 30% بتبقى نسبه معقوله، وبنحاول ندي سبلمنت كتب وقايه وليس كعلاج. لان الشمس في مصر حارقه وبتبقى معظم فترات السنه، فاحنا لازم نستعمل صن بلوك اللي هو واقي الشمس. واقي الشمس ده بيحمينا من اشعه الشمس الضاره اللي بتساعد على ان يحصل حروق في الجلد او ممكن تؤدي الى بعض انواع السرطانات، لكن في نفس الوقت بتمنع امتصاص اشعه الشمس اللي بتحول فيتامين دي من الفورمه الغير نشطه للفورمه النشطه. علشان كده برضو كتر استعماله بيساعد على ان يحصل نقص الفيتامين دي، بيزود النسبه قوي في مصر. هو صحيح لا غنى عنه، لكن هو من احد اسباب نقص فيتامين دي، خصوصا ان اشعه الشمس اللي بتحول فيتامين دي من الحلقه الغير نشطه للنشطه بتبقى من الساعه 10 لـ2، يعني في عز الشمس الحاره.